بسطت يدي من لي ألوذ به إياك يا سندي مولاي. إن الحمد لله نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحباب، نتحدث اليوم عن إنسان أعظم إنسان في الوجود. نتحدث عن أحن قلب في الوجود وأكثر الناس تحملا وصبرا وأعظمهم تضحية وعطاء. وقت العطاء نجدها تتقدم الصفوف، تداوي إذا مرضنا، وتسهر إذا تعبنا، وتقلق إذا غبنا. هي كل شيء في الحياة، القوة في الضعف، والعزاء في الحزن، والرجاء في اليأس. صادقة في حبها، مخلصة في نصيحتها، أفضلها على الجميع، الكبير والصغير، الحاضر والغائب. وصدق القائل، هي القلب الذي يتسع للجميع. بالطبع علمنا على من نتكلم، إنها الأم، وما أجمله من اسم، كلمة ذات أحرف قليلة ومعان كثيرة. صدق الشاعر الذي قال، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ما ألطفه من لفظ على أسماعنا، وأعذبه على شفاهنا. والأم في الإسلام بلغت منزلة ينحدر عنها السيل ولا يرتقي لها الطير. بلغت الأم مكانة في الإسلام لم يبلغها في أي مكان أو في أي دين أو في أي مجتمع. الأم في الإسلام مقدسة، عظيمة، مصونة الكرامة، مكانتها لا يرتقي لها إنسان في الكون أبدا. ومكانتها في حياة المسلم عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول له، يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ أي يا رسول الله، من يجب علي أن أصاحب؟ من يجب علي أن أهتم؟ من يجب أن يكون له المكانة الأولى في حياتي؟ فقال المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ما يصلح هذا المجتمع ويقدر للمرأة مكانتها في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أمك. ويبدو أن الرجل قد استغرب، قال، ثم من يا رسول الله في السلسلة؟ من يأتي بعد الأم؟ قال، أمك. فسأله ثالثة، يا رسول الله، ثم من؟ قال، أمك. قال، ثم من في الرابعة؟ قال، ثم أبوك. فمكانتها عظيمة، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات. ومن عظم مكانة الأم في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يكرمها من فوق 7 سماوات، وجعل شكره سبحانه وتعالى مقرونا بشكر الأم والوالدين. فيقول سبحانه وتعالى في محكم آياته، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. حملته الأم ضعفا على ضعف، مرضا على مرض، سقما على سقم، تعب لا يستطيع أن يتحمله إنسان مهما أوتي هذا الإنسان من قوة، ومهما أوتي من صبر، ومهما أوتي من تحمل، لا يستطيع أن يتحمل هذا التعب وهذا الوهن وهذا العذاب 9 أشهر كاملة.
تضع الأم جنينها في بطنها تتحمله وتنتظر ولادته في محبة وشوق وحنان، لا تنتظر أن تتخلص منه بل أن تنتظر هذا الوليد أن يخرج من أحشائها. فالله سبحانه وتعالى تكريما لهذه الأم وأيضا للأب قد جعل الله سبحانه وتعالى شكره سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم ومسلمة، وقرن شكر الله سبحانه وتعالى بأن نشكر الوالدين، فمن لم يشكر الوالدين لا يشكر الله سبحانه وتعالى. نضيف وإذا أضفنا إلى ذلك تعب الحمل نقول تعب الولادة، وهذا أمر فظيع الذي رأى أو سمع، وخصوصا النساء التي حملت وولدت تتذكر دائما التعب الذي تعبته أمها في ولادتها وفي حملها وفي خروجها إلى هذه الدنيا. كيف كانت آلام هذه الولادة؟ كيف كان هذا التعب وهذا النصب؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل يحمل أمه على ظهره في الطواف، يطوف بها حول الكعبة ويسعى بها بين الصفا والمروة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأديت حقها؟ أي هل أعطيتها حقها أنني أحملها على ظهري وأطوف بها وأسعى بها ولا أجعل قدمها تلمس الأرض ومع التعب الذي تعبته؟ فهل يا رسول الله قد أديت حق هذه الأمة علي؟ قال: لا، ولو بزفرة واحدة، أي ولو بصرخة واحدة، ولو بألم واحد من ألام الولادة. إذا سألت امرأة كيف تكون ألام الولادة؟ تكون لا يدانيه ألم ولا تقارن به تعب، تشعر المرأة أن جسمها كلها يكاد يتمزق من الألم، ومع ذلك تتحمل صابرة محتسبة محبة تتمنى أن ترى هذا الوليد يخرج إلى الدنيا. يا أيها المسلم، أخي الحبيب، أختي الحبيبة، ابني، ابنتي، زميلي، جاري، أيها المسلم المحب الوالدي، لا يفوتنك التمتع بالجنة في هذه الحياة الدنيا. وهل هناك جنة في الدنيا؟ نقول نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن أعظم النعيم في الدنيا أن يتمتع الإنسان برضا والديه، وخاصة أن يتمتع برضا والدته، يسمع منها دعوة مخلصة قد تغنيها عن الدنيا وما فيها، يرى ابتسامتها قد ارتسمت على وجهها، قد أعادها بعد حزنها إلى فرح، يسعدها ويرضيها ويتقرب إليها، فهذه جنة من جنان الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. فمن أراد أن يرتع في نعيم الجنة فليمرغ وجهه محبة وطاعة وبرا بأقدام والدته. هذه الأم تستحق أكثر من ذلك، ولو كنا نعلم للأم حق مكانتها لوضعناها في عيوننا وقلوبنا، لأعطيناها من وقتنا ما تحتاجه من الوقت، وخاصة عندما يكبرون في السن تضعف الصحة، يضعف البصر، وتضعف الذاكرة، وتكون الأم في حاجة إلى الرعاية، تكون في حاجة إلى المؤانسة، في حاجة إلى الصبر عليها. هنا يأتي دور المسلم البار بولديه، الطالب لرضا ربه، الراجي جنته سبحانه وتعالى، الذي يرجو رحمة الله عز وجل، عليه أن يعطي أمه من البر والإحسان ما يليق بمكانتها في الإسلام. أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا نتخيل ولولا لحظة للذين يحتفلون بعيد الأم أننا قد نؤدي لها حقها باحتفال، بتقرب، بتودد في يوم من أيام السنة. فهذه الاحتفالات قد يقوم بها من يعيشون في المجتمعات المادية، في الأمم التي فقدت قدسيتها
للأم والأب التي ضاع مكانة الأم والأب فيها، فيريدون أن يقدموا شيئا يحسنه إلى الأم في هذا اليوم، وهذا في حد ذاته شيء جميل. الإسلام قد كرم الأم خلال العام كله، كل يوم من أيام العام، كل شهر، كل أسبوع، كل لحظة تجد الأم دائما مكرمة، ولا ننتظر أن يأتي يوم حتى نحتفل بها ونرد إليها بعضا من جمائلها التي لا تنتهي ولن تنتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. فعليك أيها المسلم أن تبذل كل جهدك حتى في إرضاء والديك، في إرضاء أمك، في التقرب إليها، في التودد إليها، في الصبر عليها، في بذل كل ما تملكه من مال ووقت وجهد وصبر وتحمل، أن تبذل كل ما في سبيلك، ما في وسعك، حتى تجعل هذه المرأة التي تعبت وصبرت وتحملت وعاشت من أجلك. الأم لا تطلب لنفسها أبدا شيء، ولا تتمنى لأبنائها إلا الخير، لا تتمنى لأبنائها إلا أن يكونوا أحسن أبناء في الكون، وفي ذلك تصبر وتتحمل وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى تعبها. وإذا قلت يا أمي تعبت، تقول والله ما تعبت ولا بذلت شيء، وأنكم تستحقون أكثر من ذلك، مع أنها قد تكون مريضة وقد تكون محتاجة وقد تكون متعبة، وعلى الرغم من ذلك لا تتوقف الأم أبدا على العطاء. أيها الإبن، أحسن إلى أمك يحسن الله إليك. في غزوة هوازن جاء مع السبي امرأة وأرادت أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أنت؟ قالت له: يا رسول الله، إني أختك في الرضاعة الشيماء. وعرفته بمواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرها وقتما كان عند حليمة السعدية رضيعا تهتم به وترعاه وترضعه وتعلمه. فلما ذكرته بذلك دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أمه بالرضاعة، ثم دنا منها صلى الله عليه وسلم وبسط لها رداءه وأجلسها عليه وتودد إليها، ثم خيرها بين أن تبقى عنده معززة مكرمة أو تعود إلى أهلها، فقالت: أعود إلى أهلي، وأسلمت وحسن إسلامها، ذلك إكراما لوالدته أو أمه بالرضاعة. كان أبو هريرة رضوان الله عليه من الصحابة الذين أسلموا متأخرين، وكان يتمنى لأمه أن تسلم، وكانت أمه معاندة مكابرة لا تريد أن تسلم، فعز ذلك وشق على نفس أبو هريرة أن تموت وهي على الشرك. ومن شدة حبه لها قال: يا رسول الله، أمي كذا وأمي كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر عليها. فقال له: يا رسول الله، أدعو الله لأمي بالهداية. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. وعندما رجع أبو هريرة سمع خلف الباب ماء يسكب، أي أن شخصا يستحم، فقالت له: عندك أبا هريرة، أي قف عندك لا تدخل. فانتظر أبو هريرة ثم سمحت له بالدخول، ووجد أبو هريرة رضوان الله عليه أن أمه تغتسل حتى تشهد شهادة الوحدانية وتسلم لله عز وجل. والكثير من القصص والحكايات التي قرأناها وسمعنا عنها في السيرة النبوية وفي سير الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى إرضاء أمهاتهم ويتمرغون تحت أقدامهم، يقبلون أيديهم وأرجلهم، وكان الواحد منهم على استعداد أن يخرج قلبه لأمه إرضاء لها ومحبة لها. ما من إنسان يستطيع أن يوفي الأم حقها. أيها الأبناء، نصيحة من القلب حتى لا تندم بعد أن تفوتك الفرصة، وقت لا ينفع ندم. أيها الأبناء، لا تغركم الدنيا فتهلكون،
ولا يفوتكم رضا الوالدين فتندمون. الوالدين والأم بصفة خاصة يجب أن يقدموا على الجميع، على أصحابك، جيرانك، إخوانك، زوجتك وأبنائك. انظر الله سبحانه وتعالى ماذا يقول، وخاصة في أوقات الكبر، الهرم، الضعف. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأحباب، أيها الأبناء، الكثير من الأبناء عندهم عقوق للوالدين، وقد يتخيل أنه قد أدى حق أبيه وأمه لمجرد أن يقضي لهم بعض مصالحهم، أو أن يحسن إليهم في الكلام مرة ويسوء إليهم مرة. قال الله عز وجل: أف، لفظ تأفف وتبرم وضجر من حرفين فقط. فالله سبحانه وتعالى قال: لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حتى وإن جاهداك على الشرك فلا تطعهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وقل لهما قولا كريما. حتى مع الأم المشركة، الأم الكافرة، وجب على الابن أن يحسن إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته السيدة أسماء بنت أبي بكر وكانت أمها ما زالت على الكفر، قال: لا أحسني إلى أمك، تحسن إليها مع أنها كافرة وغيرها. ونرى في هذه الحياة قصص والله ينفطر لها القلب من جحود لأبناء في وقت ما تحتاج إليه أمك، تأتي إليه متوسلة باكية ضارعة تريد أن يساعدها ابنها، أن يحتضنها كما كانت تحتضنه، أن يواسيها كما كانت تواسيه، أن يرد لها بعض الجمائل فإذا به ناكر للجميل، فإذا بهذا الابن قاسي القلب متحجر المشاعر بل ويتحول إلى وحش. سأقص عليكم قصة حصلت في مكان قريب من سكن. جاءت مرأة إلى المستشفى تقول: إن أم زوجي قد أسقطت حملي وأتت بخدعة حتى تثبت أن هذه المرأة قد تسببت في إسقاط حملها. وذهب الطبيب ليرى هذا الحمل وشك في أمرها، ثم اكتشف هذا الطبيب أن الابن قد قدم شكوى في أمه، يشتكي أمه، يقول في القسم الشرطة: إن أمي تسببت في إجهاض زوجتي. ذهب الطبيب إلى المستشفى، إلى مركز الشرطة، وهنا وجد أن الأم تجلس باكية تصرخ تولول تضرب الدموع تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى الظلم الذي وقع عليها. وضابط الشرطة يواسي الأم ويهدئ من روعها: إهدى يا أمي، إن شاء الله خير. فدخل الطبيب وكان يعرف الضابط، قال له: اسمع، لا يوجد إجهاض حمل ولا غيره، هذه كلها خدعة حتى تنتقم زوجة الابن من هذه الأم، ولا أعرف السبب. هنا ضيق الضابط الخناق على الابن الجاحد، هذا الابن العاق، ضيق عليه الخناق حتى اعترف بجريمته. ماذا كانت الجريمة؟ لماذا فعلت هذه زوجة الابن مع أم زوجها وفعل هذا الابن العاق هذه الجريمة بإلصاق تهم ما أنزل الله بها من سلطان إلى أمي؟ كانوا يسكنون في بيت واحد
ورغبت زوجة الابن أن تطرد الأم من بيتها، أي أن البيت كان بيت الأم، وأرادوا أن يستغلوا هذا البيت وأن يأخذوا هذا البيت من أمه، من الأم، ويطردوها شر طرده. رفضت الأم أن تخرج من بيتها، فاتبعوا حيلة الشيطان حتى يطردوه منه. فما كان من الضابط إلا أن قفز من مكتبه وأمسك الابن من عنقه وطرحه أرضا وجعل يضربه بيديه ورجليه حتى روحه كادت تخرج. فما كانت من تلك الأم إلا أنها رمت نفسها على جسد ابنها، تحول بينها وبين ضرب الضابط، تقول له: ابني أنا مسامحة، أنا أغفر له، أنا متنازلة، سأخرج من بيتي، سأبحث عن مكان أسكن فيه حتى لا يتعرض ابنها لضرب موجع. فما كان من الضابط أن رفع يديه عن هذا الابن العاق وقال له: يكفيك أن الله سبحانه وتعالى ساخط عليك، مهما فعلت في حياتك من أعمال فلن يغفر الله لك إلا إذا راضيت ابن أمك. وقصص كثيرة من عقوق الأبناء للوالدين وللأم خاصة. أيها الأبناء، الدنيا عمرها قصير ونحن على هذه الدنيا ضيوف، إياك أن تلاقي الله عز وجل وأنت عاق لوالديك وأنت متسبب في سخط أمك عليك. ارضى الله سبحانه وتعالى برضاء أمك، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببرك لها. اللهم إنا نتقرب إليك يا ربنا ببرنا بوالدينا، اللهم إنا نتودد إليك يا ربنا ببرنا بأمهاتنا، اللهم نسألك يا ربنا أن تجعلهم لنا عنا راضين، اللهم نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم أمهاتنا، اللهم ارحم أجدادنا وجداتنا، اللهم ارحم من كان له فضل علينا. نسألك ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.